من القدس تنضم إلينا الآن الصحفية هبة مصالحة. هبة مرحبا بك، المزيد من عندك، اجمل لنا أحداث هذا اليوم من قصف حزب الله لعدد من المستوطنات وقواعد عسكرية، وصولا إلى مسألة ما قاله نتنياهو بأن إسرائيل الآن مستعدة لتوفير مساعدات إنسانية لغزة بعد حظر أنشطة الأونروا. نعم، في ظل التطورات الميدانية هناك أيضا تطورات على الصعيد السياسي. نتحدث عن إسرائيل ومقترح إسرائيل الذي ستقدمه إلى المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين الذي سيزور المنطقة يوم غد بحسب القناة 12 الإسرائيلية. وتقول القناة بأن إسرائيل ستقدم مقترحا لعاموس هوكشتاين لصفقة مع جنوب لبنان. نتحدث عن المرحلة الأولى تشمل تهدئة لمدة 60 يوما على أن تستمر ولكن خلالها المحادثات. يجب أن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الآن. نتنياهو يقول إنه لم يتلقى اقتراحا بشأن هدنة ليومين في قطاع غزة. إذن الآن هناك خبر عاجل، نتنياهو يقول إنه لم يتلقى اقتراحا بشأن هدنة ليومين في غزة. المزيد من عندك، تفضلي. نعم، هذا ما جاء قبل تصريح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بهذا الخصوص. وكان هناك تسريبات وسربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية بمحادثات بين بنيامين نتنياهو ووزراء في حزبه في الليكود. كان قد تحدث بأنه لم يتم تقديم مقترح، وهو تحدث عن المقترح المصري على أن تكون هناك يعني يومين من الهدوء ويتم خلاله الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى محدودة و جزئية. وما تم الحديث عنه بوسائل الإعلام الإسرائيلية بهذا الخصوص بأن المشاورات التي حدثت في الدوحة شملت ركيزة أساسية لمقترحات سابقة ستكون في إطار صفقة أكبر، وفي إطار أيضا قمة أكبر تشمل صفقة شاملة تضم قطاع غزة بالإضافة أيضا إلى مسألة لبنان. وبهذا الخصوص نتحدث عن المقترح الإسرائيلي الذي ستقدمه إلى عاموس هوكشتاين بحسب القناة 12 الإسرائيلية بالمرحلة الأولى تهدئة لمدة 60 يوما، سيكون خلالها استمرار للمفاوضات، بالإضافة إلى أن إسرائيل ستطالب بفرض حصار بري وجوي وبحري على لبنان حتى لا يكون هناك إعادة لقدرات حزب الله العسكرية التي تقول إسرائيل بأنها استطاعت تدمير هذه القدرات. مقابل ذلك إسرائيل ستقدم بالمقابل أنها لن تتطور عملياتها البرية في مناطق أخرى في لبنان وأن تتقدم إلى مناطق أخرى في لبنان. هذا ما جاء بحسب القناة 12 الإسرائيلية. كذلك الأمر على الصعيد الميداني، وهذا ما يعزز ما يقوله الجيش الإسرائيلي بأن عملياته في لبنان قد أو أوشكت على الانتهاء، خاصة في ظل حديثه على أنه استطاع على تدمير قدرات حزب الله بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، وهذا الهدف الأساسي الذي كان يراد منه العملية البرية كما تحدث مسؤول أمني للقناة 12 الإسرائيلية. أيضا أقام بإزالة السواتر الإسمنتية عند المناطق بالتحديد بإصبع الجليل عند المطلي وأيضا شمالية مدينة كريات شموني في إصبع الجليل، وقال إنه استطاع تدمير قدرات حزب الله بإطلاق الصواريخ المضادة للدروع بالتحديد. وخلال هذه المرحلة قام أيضا بزيارة المناطق الجنوبية. رؤساء السلطات المحلية برفقة الجيش الإسرائيلي قاموا بالدخول إلى جنوب لبنان، وكان هناك تأكيدات من قبل الجيش الإسرائيلي بتدمير أنفاق حزب الله عند الحدود، ما يمنع ويزيل تهديد اجتياح الجليل كما يسمى في إسرائيل، بالإضافة أيضا إلى تهديدات الصواريخ المضادة للدروع، وهو أكد على ذلك بإزالة السواتر الإسمنتية. بطبيعة الحال كان هناك رشقات صاروخية وصلية صاروخية باتجاه هذه المناطق خلال هذا اليوم. نتحدث عن أكثر من 7 مرات سمعت بها صافرات الإنذار بمنطقة المطلي. كذلك الأمر
إلى منطقة مدينة شمون التي دوت بها صافرات الإنذار آخر مرة قبل 10 دقائق من الآن. هناك استهدافات مكثفة على تلك المنطقة بالإضافة أيضا إلى المناطق المحاذية للقطاع الغربي من جنوب لبنان، نتحدث عن شلومي وشميرة والمناطق المحاذية هناك، بالإضافة إلى صلية صاروخية استهدفت مدينة صفد للمرة الثانية خلال هذا اليوم. وفي الرشقة الصاروخية الأولى تم سقوط عدد من الصواريخ بالمنطقة المحيطة لقاعدة ميرون بجبل الجرمق، بالإضافة أيضا إلى 30 صاروخا أطلق باتجاه نهارية بالجليل الغربي و5 صواريخ باتجاه مدينة حيفا بعد أن شهدت هذه المدينة قبل 3 أيام هدوءا حذرا دون تفعيل صافرات الإنذار بها منذ 3 أيام. اليوم تم تفعيل صافرات الإنذار نتيجة إطلاق قذائف صاروخية باتجاه المدينة. هبة مصالحة من القدس، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات.